مسؤولون في إسرائيل يعلنون انتهاء القتال في غزة مع إمكانية العودة، وأن الوقت مناسب لبدء صفقة الرهائن. بايدن يؤكد الاتفاق حول غزة بات أقرب من أي وقت مضى، وسيتم إبرامه في القاهرة الأسبوع المقبل. واشنطن لا تأخذ تصريحات حماس على محمل الجد، وتؤكد أن طهران راغبة في وقف النار وعدم التصعيد. واشنطن تحذر إيران من تداعيات كارثية إذا هاجمت إسرائيل، وتستعد مع بريطانيا وفرنسا لأي احتمال. طاب صباحكم وسائر أوقاتكم بالخير، كل أهلا بكم إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية من الحدث. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مسؤولين أمنيين كبار أعلنوا انتهاء القتال في غزة، مؤكدين أنه بإمكان إسرائيل العودة إلى القتال في غزة إذا تطلب الأمر وفق معلومات استخباراتية جديدة. وأفادت الهيئة نقلا عن مسؤولين أمنيين قولهم إن الوقت الآن مناسب لبدء صفقة الرهائن. كما أضافت هيئة البث أن الجيش الإسرائيلي أخبر صنع القرار بأنه تم تحييد لواء رفح التابع لحماس، وأنه أصبح غير موجود تقريبا. من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة، لكنه قيد الإعداد. بايدن أضاف بأن موعد بدء وقف النار في غزة بموجب الاتفاق الجديد لا يزال غير واضح، مضيفا أن التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة بات أقرب من أي وقت مضى، وأن التسوية باتت أكثر قربا مما كان عليه الوضع قبل 3 أيام. وحذر بايدن جميع الأطراف في المنطقة من تقويض جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. لا أريد أن أجلب الحظ السيء، ولكن قد يكون لدينا شيء ما، لكننا لم نصل إلى هناك بعد، ولكن الأمر أقرب بكثير مما كان عليه قبل 3 أيام. لنأمل الأفضل. كما وصف مسؤول أمريكي المحادثات الأخيرة للتوصل إلى هدنة في غزة بالأكثر إيجابية منذ أشهر، وأن هناك توافقا في الدوحة على وجود روح جديدة حقيقية للتوصل لنتيجة. وقال إن الوسطاء يعتقدون أن الاتفاق أصبح ناضجا للإنجاز في القاهرة الأسبوع المقبل. المسؤول الأمريكي أضاف أن الطريق مفتوح أمام وقف شامل لإطلاق النار في غزة، وأكد أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين سينخرط في عملية المفاوضات أثناء وجوده بالمنطقة الأسبوع المقبل. المسؤول الأمريكي أكد أنه ستكون هنالك اجتماعات عمل على مدار الأسبوع ستتناول قائمة الرهائن والسجناء الفلسطينيين وتسلسل الإفراج عنهم. وقال المسؤول الأمريكي أيضا إنهم لا يأخذون تصريحات حماس العلنية بجدية، وإن الإيرانيين أخبروا القطريين أنهم يريدون وقف النار في غزة وعدم التصعيد. قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب نحو 3 في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في مدينة النبطية جنوب لبنان. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف بنت جبيل لجهة بلدة مارون الراس في جنوب لبنان، كما أغار على بلدتي حانين ومارون الراس، واستهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بلدتي يارين والخيام. حذر مسؤول أمريكي كبير أن إيران ستواجه تداعيات كارثية في حال هاجمت إسرائيل ردا على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. وقال المسؤول الأمريكي إن الولايات المتحدة ستشجع الإيرانيين على عدم المضي في هذا المسار، لأن التداعيات قد تكون كارثية خاصة بالنسبة إلى إيران، مضيفا أنه سيكون أمرا مثيرا للسخرية أن تفعل إيران شيئا يقوض ما تعتقد واشنطن أنه أفضل فرصة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن.
قالت سفارة إيران في لبنان معلقة على فيديو مدينة حزب الله تحت الأرض. قالت إن هذه المنشآت الصاروخية موجودة في جميع أنحاء إيران وهي قادرة على مهاجمة إسرائيل من أي نقطة. وكتبت السفارة الإيرانية على صفحتها في منصة إكس أن المنشأة الصاروخية الموجودة تحت الأرض وداخل الصخور والجبال تسميها مدن الصواريخ، موضحة أن هذه المدن تزرع الرعب في قلوب أعداء إيران، على حد توصيف بيان السفارة. انتقام مؤجل عاد بالإحراج على حزب الله أمام قاعدته الشعبية، فالوعود برد حاسم استوطنت خانة الأقوال، فيما يد نصر الله المرفوعة بالتهديد ترددت مرة أخرى. أكثر من أسبوعين على ضربتين موجعتين لإيران ووكلائها، يفصل بينهما ساعة قليلة. اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية في قلب طهران، والقيادي الرفيع بحزب الله فؤاد شكر في مربعه الأمني في الضاحية الجنوبية، وقبلهما أيضا عملية مجدل شمس. خروج الرد عن طور العجالة فسر عجزاً من قبل حزب الله، ليسارع الأخير بنشر فيديو لتنفيس الضغوط وحفظ ماء الوجه أمام أنصاره. فرد العضلات العسكرية هذه المرة تمثل بإظهار أنفاق طالما أنكرها الحزب. توقيت إعلان هذه الأنفاق السرية وترسانة ضخمة من الصواريخ والآليات، رغم نفي سابق لوجود أنفاق، يرمي إلى تحقيق نوع من الردع مع تزايد المخاوف من فتح إسرائيل جبهة موسعة شمالاً. هذه المخاوف نفسها قد تقف خلف تأجيل الهجوم الذي رده البعض أيضاً إلى عدم رغبة حزب الله بتحمل مسؤولية عرقلة محادثات قطر حول وقف إطلاق النار في غزة. رفضت الحكومة اللبنانية اتهام رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع لها بالخيانة العظمى، وقالت إنه اتهام باطل، مؤكدة أن الحكومة تبذل كل ما هو مطلوب من عمل لتجاوز الصعوبات، وهي لم تقصر في أي أمر يتعلق بأي ملف، لا سيما بالنسبة لإيجاد حل للوضع في الجنوب ومعالجة تداعياته المباشرة وغير المباشرة. نشد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة كافة الأطراف بتقديم ضمانات ملموسة على الفور تضمن وقفا إنسانيا للقتال في قطاع غزة، يمكن من القيام بحملة تضعيم ضد شلل الأطفال في القطاع. أناشد جميع الأطراف تقديم ضمانات ملموسة على الفور تضمن توقفا إنسانيا للحملة. لنكن واضحين أن التطعيم الأجدى ضد شلل الأطفال هو السلام والوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار، لكن في كل الأحوال فإن وقفا إنسانيا من أجل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال أمر لا بد منه. أعلنت حركة حماس عن دعمها للطلب الذي أعلنته الأمم المتحدة والداعي لهدنة إنسانية لمدة 7 أيام بهدف تضعيم آلاف الأطفال في قطاع غزة من الشلل الرباعي. وطلبت حماس بإدخال الدواء والغذاء لأكثر من 2 مليون فلسطيني محاصرين في قطاع غزة نتيجة الحرب المستمرة منذ عدة أشهر. في الملف السوداني، أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بريلو أن اتصالات مكثفة تجري مع قيادتي الجيش والدعم السريع لإنجاح مفاوضات جنيف، مؤكدا وجود اقتراحات عديدة بشأن آليات ضمان تنفيذ الاتفاقات التي سيتم إبرامها. نجري اتصالات هاتفية بشكل مكثف ونتواصل يوميا مع قيادتي طرفي الحرب في السودان، الجيش والدعم السريع. لدينا اقتراحات عدة بشأن آليات ضمان تنفيذ الاتفاقات التي يتم إبرامها، ونلحظ زخما كبيرا سعيا للاتفاق على هذه الآليات ووضعها موضع التنفيذ. شركاؤنا في مصر والسعودية والإمارات والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يساعدون في قيادة جزء كبير من جهود الوساطة. ورغم غياب الجيش فإن المباحثات تحقق بعض النجاح لتسليطها الاهتمام الدولي على حرب السودان، لكن تحقيق التقدم بشأن وقف النار والمساعدات الإنسانية كان أسهل بحضور الجيش. سوداني أيضا رحبت الأمم المتحدة بقرار السلطات بالسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد إلى دارفور.
فيما يتعلق بالسودان، رحبت منسقة الشؤون الإنسانية هناك كليمنتين كويتا سلامي بقرار السلطات السودانية بإعادة فتح معبر أدري من تشاد إلى دارفور. يعد معبر أدري طريقاً إنسانياً بالغ الأهمية لتوصيل المساعدات الطارئة لملايين الأشخاص، بما في ذلك الغذاء وإمدادات التغذية والأدوية والملاجئ. نبقى في السودان، إذ لم تتردد إيران في استغلال الحرب ليس فقط لاستعادة علاقاتها الدبلوماسية مع الخرطوم بعد قطيعة دامت 8 سنوات، لكنها سعت جليا لتوظيف هشاشة الوضع في السودان تعزيزا لحضورها العسكري بالبلاد. بعد أكثر من 8 سنوات على قطع الخرطوم علاقاتها الدبلوماسية مع طهران، السودان مسرح جديد لإيران التي دأبت على الاستثمار في بؤر النزاعات والتوترات بالمنطقة. فبالرغم من حديث وزير الخارجية السوداني المكلف حسين عوض ونظيره الإيراني علي باقري بطهران شهر مايو الماضي عن تنويع مجالات التعاون، إلا أن هذا التعاون بين البلدين لم يتجاوز حدود التعاون الأمني والعسكري. شهر يناير الماضي رصدت أقمار اصطناعية غربية طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز مهاجر 6 في قاعدة وادي سيدنا شمال أمدرمان حسب وكالة بلومبرغ. تحول أظهر حجم الحضور العسكري الإيراني في السودان وحرصا من طهران على تزويد الجيش السوداني باحتياجاته من دعم استخباراتي ومعدات وأسلحة. دعم عسكري بدا سخيا من طهران واستمر لأشهر، لكنه سرعان ما تراجع عقب حادثة تحطم مروحية الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي شهر مايو الماضي. وضع دفع بالجيش السوداني مطلع نفس الشهر لحث إيران على رفع دعمها العسكري مجددا، وذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السوداني المكلف حسين عوض إلى طهران وفق ما ذكرت صحيفة أوبزيرفر الإيرانية. بعد ذلك دفعت طهران بعدد من طائراتها المسيرة للمشاركة في عمليات استطلاع واسعة وتقديم كميات من الأسلحة للجيش السوداني لاستعادة سيطرته على المناطق التي فقدها خلال الأشهر الماضية. كما قامت طهران بإنشاء معسكرات تدريب داخل أوغندا لتجنيد اللاجئين والنازحين تمهيداً لإدماجهم في صفوف الجيش السوداني. وحسب مراقبين فإيران تسعى لاستغلال هشاشة الوضع السوداني المأزوم بفعل الحرب الأهلية لفرض أجندتها وخلق ساحة نفوذ جديدة بعد الضربات القاسية التي تلقتها أذرعها وميليشياتها في المنطقة. مولود جودي، الحدث. في الجزائر يواصل المترشحون 3 للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 7 من الشهر المقبل يواصلون الترويج لبرامجهم الانتخابية عبر مختلف ولايات الجزائر، وكان كل من المترشح الحر عبد المجيد تبون ومرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش ومرشح حركة حمص الإسلامية عبد العال شريف حساني كانوا قد ألقوا كلمة للشعب الجزائري عبر التلفزيون الرسمي إذانا بانطلاق حملاتهم الانتخابية. تتواصل الحملة الدعائية للرئاسيات الجزائرية وسط تعقيدات داخلية وخارجية. السلطة المستقلة للانتخابات أعطت الضوء الأخضر لثلاثة مترشحين للبدء في التعريف عن برامجهم وفق ضوابط تحدد سير العملية. نصر على تجمعات ومتابعة الخطب التي تلقى، التي أيضا الدستور يعني يجعل لها ضوابط. يطمح في اعتلاء كرسي قصر المرادية 3 مترشحين يمثلون تيارات سياسية مختلفة، يتصدرهم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون وهو مرشح السلطة يسعى لخلافة نفسه بعد أن حظي بدعم واسع من قبل أحزاب سياسية وجمعيات مدنية. واصلت كل ما قمنا به من ناحية في الناحية الاقتصادية والمالية، من ناحية الشباب، من ناحية الأمور الاجتماعية. في حين يرتكز يوسف أوشيش على إرث حزبه السياسي ونجح في إعادة جبهة القوى الاشتراكية المعروفة تاريخيا بمعارضتها للسلطة الحاكمة إلى المشهد الرئاسي بعد قطيعة تخطت 2 عقدين من الزمن. لقد قررت خوض غمار هذا الاستحقاق الرئاسي عن قناعة حتى أتمكن من تقديم رؤية وبديل سياسي صادق.
بعد خلافات داخلية تمكن عبد العالي حسان شريف في الترشح عن حزبه حركة مجتمع السلم لتجميع شتات التيار الإخواني في البلاد. تهديدات أمنية في الدول الساحل وملفات خارجية ثقيلة إضافة إلى تحديات داخلية تتعلق أساساً بتحسين الوضع الاقتصادي، قضايا طغت على خطابات المترشحين، ويبقى الرهان على استمالة الناخبين وكسر حالة الجمود السياسي أمام المتنافسين الثلاثة. إلى تركيا، حيث تسببت جلسة استثنائية للبرلمان حول نائب سجين بحدوث شجار دام بين النواب الأتراك شمل العشرات منهم، فيما وصف نواب آخرون ما حدث بالمخزي.
نبقى في تركيا، حيث ذكرت السلطات هناك أنه تم إخلاء قرية بعد انتشار حريق غابات اندلع بالقرب من المركز السكني في مدينة إزمير، ثالث أكبر مدينة في تركيا، في حين ذكرت السلطات التركية أنه لم تتضح أسباب الحريق بعد، وأن الرياح القوية عرقلت جهود إخماد الحرائق حتى الآن. دعا الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى شحن المزيد من معدات التشخيص والعلاجات واللقاحات إلى إفريقيا حتى يتسنى التعامل بالشكل المناسب مع تفشي سلالة جديدة من فيروس جدري القردة في القارة. وذكر الاتحاد أن النقص المسجل في أنحاء القارة يعيق بشدة القدرة على احتواء تفشي المرض والحد منه. اتهم نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء في الكونغرس الأمريكي مجموعة ميتا بنشر إعلانات لمخدرات بصورة غير قانونية على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لها، وطالب النواب بمحاسبة المجموعة واتهموها بتحقيق دخل من هذه الإعلانات. إعلانات للمخدرات بصورة غير قانونية موضوع أحدث المواجهات بين الكونغرس الأمريكي وشركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام. نحو 20 عضواً في مجلس النواب من الديمقراطيين والجمهوريين طالبوا في رسالة بمحاسبة مجموعة ميتا بسبب نشر إعلانات مصممة بشكل واضح لبيع المخدرات على شبكاتها للتواصل الاجتماعي، واتهموها بالمساهمة في أزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة. النواب أوضحوا أن ميتا وافقت طوال عام 2024 على محتوى الإعلانات لبيع المخدرات، خاصة علبة الأوكسيكونتين، وحققت دخلا منه، واتهموا الشركة بأنها ليست على مستوى المهمة الموكلة بها، بل وأضافوا أنه من الصعب التصديق بأن الشركة ليست متواطئة في الإتجار بالمخدرات. شركة ميتا بدورها أعلنت أنها تلقت الرسالة وأنها تعتزم الرد عليها، وقال ناطق باسمها إن أنظمة الشركة صممت للكشف بشكل استباقي عن المحتوى الذي ينتهك القانون، مؤكداً رفض الشركة مئات آلاف الإعلانات التي تنتهك قواعدها المتعلقة بالمخدرات. بعد أسبوعين على تظاهرات اليمين المتطرف في بريطانيا، تتصدر الهجرة الملفات المهمة بالنسبة للبريطانيين. بعد 8 سنوات من تلاقهم مع أوروبا والذي كان بسبب المهاجرين إلى حد كبير، البريطانيون تؤرقهم الهجرة. استطلاع جديد لشركة إبسوس وجد أن أكثر من ثلث البريطانيين، أي 34%، يعتبرون أن الهجرة هي المشكلة الأبرز في بريطانيا. وتأتي هذه الأرقام بعد أسبوعين على احتجاجات مناهضة للمسلمين والمهاجرين نظمها اليمين المتطرف تحولت أعمال شغب. استطلاع إبسوس كشف أن الرعاية الصحية تأتي بعد الهجرة في سلم الأولويات وبنسبة 30%، يليها الاقتصاد بنسبة 29%، ويرى 25% من البريطانيين أن الجريمة من أبرز القضايا التي تشغل بالهم. و20% من المشمولين في الاستطلاع وجدوا أن التضخم هو المشكلة الحقيقية التي يواجهها البريطانيون، تغيير مهم في مزاج الشارع البريطاني الذي صوت قبل أسابيع قليلة فقط في الانتخابات العامة وفقا لأولويات مختلفة كانت تكلفة المعيشة والاقتصاد أبرزها.
تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها، كما يمكنكم دائما زيارة الموقع الإلكتروني الحدث.net. إلى اللقاء.